الله صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أرقت وأضغاف ليلي لا تزول وليل أخي المصيبة فيه طول. أرقت وأضغاث ليلي لا تزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظم آيات لقد عظم آيات لقد عظمت مصيبتنا وجلت. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل عشية قيل لقد قبض يا الرسول وأمست أرضنا يا مما دهاها تكاد بنا يا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فقدنا الوحي والتنزيل يروح به ويأتي جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. لقد تميز النبي صلى الله عليه وآله بجملة من المميزات والخصائص التي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في بلورة شخصيته العظمى وفي رسم معالمها كشخصية لنبي وكشخصية لقائد عظيم ما عرفت الدنيا أعظم منه صلى الله عليه وآله.
الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه وميزه بجملة من الخصائص ساهمت أشد المساهمة في الورة ذلك الكيان المقدس حتى صار بذلك أفضل الخلق، أفضل من وطأ الثرى، لا يوجد ممن كان قبله ولا ممن جاء بعده أحدا يعادله، لا يوجد أحد يعادله في مرتبة من المراتب أو في صفة من الصفات. نحاول أن نمر على بعض هذه الخصائص أو على ثلاث من هذه الخصائص والمميزات التي تميز بها النبي صلى الله عليه وآله وكيف أسهمت في بناء شخصيته المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم. الخصيصة الأولى نقاؤه في أسرته وفي ذاته. الخصيصة الثانية اليتم عند النبي صلى الله عليه وآله. الخصيصة الثالثة الفقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاول أن نمر بهذه سريعا. نسأل الله التوفيق معكم وأن يتقبل منا ومنكم ومن المؤمنين إن شاء الله، وأن يعيدنا على مثل هذه الأيام في أحسن الأحوال وفي أفضلها. الأمر الأول النقاء في أسرته وفي ذاته. الأسرة التي وجد فيها النبي صلى الله عليه وآله ما كانت من سائر الأسر، وإنما كانت تلك الأسرة من أعظم البيوتات على الإطلاق، من أعظم الخلق على الإطلاق. أسرة تميزت بمميزات في مجتمع في الواقع كان يتسم بالفساد. المجتمع في شبه الجزيرة العربية وتحديدا المجتمع القرشي في ذلك اليوم كان مجتمع مليء بماذا؟ مليء بالفساد، مليء بالانحراف، مليء بالبعد عن الله جل وعلا. البيت الهاشمي كان يتحصن بأخلاقيات وبممارسات ما كانت توافق ذلك النسق المضطرب أبدا، وإنما كانت تتمرد على تلك الحالة الموجودة. هذا الذي نقوله في نص الزيارة لما نخاطب المعصومين سلام الله عليهم: أشهد أنك لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. عاش الطهر، عاش النقاء في أسرة تمردت على المحيط الذي قامت فيه، يعني مجتمع مليء بالفساد، مليء بالبعد عن الله عز وجل. شاعرهم يقول: شربت الإثم حتى زال عقلي، كذاك الإثم يصنع بالعقول. يئدون البنات، يأكلون الميتة، يسجدون للأصنام والأوثان. تقول فاطمة سلام الله عليها في وصف ذلك المجتمع: كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق ذلة، خاسئين مذقة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فاستنقذكم الله بمن؟ بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، هذا الوضع الذي كان يعيشه المجتمع القرشي
وإذا بأسرة نظيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أسرة في غاية النظافة، الجد عبد المطلب يلقب بإبراهيم الثاني، تلقبه العرب والقرشيون أنفسهم يلقبونه إبراهيم الثاني. لماذا؟ لأن له من الخصائص والصفات ما تمرد بها على ذلك المجتمع، لا يسجد لأصنامهم ولا يأكل مما يذبح على نصبهم ولا يتخلق بشيء من أخلاقهم، بل أخلاقه فوق أخلاقهم. يجاور في حراء في شهر رمضان طوال 30 يوم، هذا من؟ هذا عبد المطلب. وله سنن، له سنن أقامها في الجاهلية فصارت من أحكام ماذا؟ من أحكام الإسلام ومن سننه، النبي أقرها صلى الله عليه وآله. أول من غسل بماء السدر والكافور هو من؟ هو عبد المطلب، لأن العرب ما جربت عليه خلة وما رأته على أمر شائن أبدا، فأرادت أن تكرمه فكرمته بهذا، كرمته بهذا. جاء النبي صلى الله عليه وآله حتى يجعل الفكر دائما حاضرا نحو جده عبد المطلب، وإذا بالغسل بماء السدر والكافور للميت أصبح ماذا؟ سنة دينية واجبة، حتى تذكر كل مسلم بعبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يفخر بهذا الجد كأشد ما يكون الفخر، يفخر به، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يفخر به غاية ما يكون الفخر. وبهذا ترد المزاعم في أن من في من يأتي ويقول أن عبد المطلب مات على الكفر، سيرة الرجل لا تدل على أنه كان ماذا؟ على أنه كان كافر، بل أكثر من هذا. نحن لا نناقش في إيمان آباء النبي أو في عدم إيمانهم، نحن نناقش هل أنهم من حجج الله أو لا. يعني نحن نسبق الآخرين من المذاهب الإسلامية بمراحل كبيرة في هذا الجانب. البعض يأتي يثبت هل أنهم من أهل الإيمان أو ليسوا من أهل الإيمان، إحنا لا، إحنا ما نناقش هذا، نحن نناقش هل أنهم كانوا حجج لله أو لم يكونوا حجج لله. الواضح أنهم كانوا حجج، إما أنبياء وإما ماذا؟ وإما أوصياء أنبياء، كل أجداد النبي، كل آباء النبي صلى الله عليه وآله، ويشهد بذلك القرآن وتقلبك الساجدين. هذا اللفظ الذي يعطيه القرآن لآباء النبي إلى آدم لابد أن يتوقف عنده المسلمون، لابد أن يناقشه المسلمون جيدا وأن يلتفتوا إليه. وسيرهم تدل على عظمتهم، أنهم ليسوا فقط من المؤمنين. وهذا عبد المطلب لما يأتي يقابل جيش إبرهة وينظر إلى جيوش الفيلة قد أقبلت ترعب العرب، ويقف أمامها بكل اتزان، يقولون ما أن يشير إلى الفيل أمامه بيده حتى يبرك الفيل على الأرض، يبرك لإشارة عبد المطلب. يعني عبد المطلب مو واحد عادي، له ولاية تكوينية على المخلوقات من حوله، على الحيوانات وعلى غيرها، هذا ما موجود لسائر الناس، ما موجود لسائر الناس. هو يخبر بالغيب عبد المطلب، عبد المطلب يخبر بالمغيبات، هذا قبل بعثة النبي، قبل ولادة النبي يخبر بالمغيبات. إبرهة الحبشي يمر بنياق من أجود نياق العرب، يسأل لمن هذه النياق؟ قالوا لمن؟ لعبد المطلب. وإذا به يصادرها، يصادروا نياقه. لما صادرها سمع بذلك عبد المطلب، فجاء في طلب إبله، نياقه، جماله.
يدخل على إبرهة يقول ما ملك إبرهة إلا أن قام إلى عبد المطلب قال والله ما رأيت هيبة كهذه، ما شفت هيبة مثل هيبة من؟ مثل هيبة عبد المطلب. أجلسه إلى جانبه قال هل جئت في طلب نياقي؟ قال لا عفوا قال هل جئت في طلبي ألا أغزو بيتكم وكعبتكم؟ قال لا، وإنما جئت في طلب نياقي. قال ما أسخف عقلك، خاطب عبد المطلب إبرهة، أنت سيد البطحاء سيد العرب وأنا جئت أغزو كعبتكم، أهدم كعبتكم وبهذا يزول مجدكم الاقتصادي السياسي، العراقة التي عندكم، التاريخ التليد الذي مررتم به. ما الذي قال له؟ قال له إنما أنا رب الإبل، صاحب الإبل يعني، إنما أنا رب الإبل وجئت في طلبها وإن للبيت ربا يحميه. أي مو عدم اكتراث، هذا هذا اللون من البرود، هذا اللون من الاتزان يعطي دلالة على أن هذا الرجل مؤيد من قبل الله وأن هذا الرجل يصدر من وراء غيب، مو من همل الناس، هو يصدر من وراء غيب ويعطي النتيجة الحتمية أمام ذلك الطاغوت أنه لن يمس لبنة من بيت الله الحرام، لأن الله سيحمي ذلك البيت، لأن البيت بعين الله تعالى. بالفعل هذا الذي جرى، هذا الذي صار، وإذا به ماذا يرجع حسيرا ذليلا، يصبح بهم ما تذكره سورة الفيل في تفصيل ما جرى عليهم، وكل ذلك كان قبل إخبار آيات القرآن التي نزلت على النبي، هو إخبار قبل الحادثة من قبل جد النبي، من قبل عبد المطلب. هذا ما ممكن يأتي بهذه المعلومات هكذا، لابد أن يكون حجة من حجج الله عز وجل. هذا بالنسبة للجد. الوالد كذلك يقولون إذا مشى عبد الله سلام الله عليه كان له نور يصل إلى عنان السماء، يعني هذا الإنسان له من الآيات ما تدلل على قربه من الله. أمه آمنة بنت وهب يقولون ما عرفت العرب امرأة في شرفها، فكان الناس يذكرون مجدها وشرفها وعظمتها، ولا يوجد أثر تاريخي يأتي يقول أن هؤلاء كانوا يحاكون الوضع الطبيعي لأولئك الناس في ذلك اليوم، يعني كانوا يتميزون بميزة. ولذلك هؤلاء الذين يأتون يكفرون جد النبي وأم النبي وأبا النبي وعم النبي، هؤلاء في الواقع مغرضون، مغرضون هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى أمر من الأمور، هو ماذا؟ هو أنهم يحافظوا على بعض الكيانات عندهم من رموز الصحابة لأنها تلوثت بالباطل وأصبحت مستنقعات من رأس إلى قدم، يريدون أن يدافعوا عنهم ولو على حساب النبي، ولو على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن أنى لهم ذلك، أنى لهم هذا، وكأنهم يمجدون الصحابة أكثر مما يحترمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهؤلاء كانوا من سادة الخلق، كانوا من حجج الله تعالى. هناك رأي يقول هم من الأنبياء، لا أقل هم من الحجج، من حجج الله أو من أوصياء الأنبياء. هذا عبد المطلب وهذا أبوه وهذه أمه وذلك عمه، عمه أبو طالب سلام الله على أبي طالب، اللي كان يعلم بنبوة النبي قبل نبوته، كأي الأبيات لمن وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك. من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. هذا وفق حادثة جرت يذكرها المؤرخون جميعا سنة وشيعة مذاهب الإسلامية كلها تروي أنه لما قحطت وعم الجذب مكة تأخر عنهم المطر، المطر إلى مواسم عندهم وإن تباعدت لكنها تصب في صالحهم خاصة بالنسبة لأرض مكة. فلما قحطوا أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، عفوا أقبلوا إلى أبي طالب، ذاك اليوم النبي صغير صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوا إلى أبي طالب قالوا له لقد عمنا الجذب، نحن نريد المطر. بسم الله عليك، مجرد مجيئهم إلى أبي طالب ألا يعني شيئا؟ يعني أن هذا الإنسان يتمتع بقدرات هم خلوا منها. شو المطر بإيده؟ يعني المطر مو بإيده. لما يأتون يطلبون منه ماذا؟ يشكون له قلة المطر أو يشكون له الجذب. يعني يعتقد القرشيون اعتقادا جازما وأكيدا أن أبا طالب يمتلك من القدرات التي يستطيع بها أن يهبط المطر من السماء. واضح هذا بعد، ما يحتاج حكي. زين، وإذا به يعدهم خيرا. الرواية يقول ولم يكن في السماء قزعة من غيم، يعني الأجواء كلها ما تدلل على شنو؟ ما تدلل على نزول المطر. مو مثل الآن أنت تشوف لما نجي البعض مجرد إعلام عنده تشوف السماء إذا غلقت وصارت سودة كلها وتداخلت الغيوم في بعضها، يطلع يكذب على الناس يدجل عليهم يقول احنا راح نصلي صلاة شنو؟ الاستسقاء. مو صليت ما صليت المطر طايح. الحكي هذا على شنو بعد؟ تضحك على من يعني؟ على من تضحك؟ ناس تفكر، ناس عندها عقول. صليت ما صليت المطر طايح. إذا تقول فيك خير ورجال تعال صل صلاة الاستسقاء والشمس طالعة، تعال صلي شوف اللي ينزل مطر لو ينزل عليك حجارة وعلى أتباعك. على كل حال تقول الرواية ولم يكن في السماء قزعة من غيم، يعني كل الأجواء لا تدلل على نزول المطر. ورفع يده للسماء ورفع شيبته أبو طالب سلام الله على أبي طالب، وإذا به يقول إلهي أمطرنا مطرا مغيثا بجاه من؟ بجاه وجه هذا عليك، يشير إلى النبي لكن يوم صغير النبي صلى الله عليه وآله، بوجه هذا الأبيض. يقول الرواية ما أتم كلمته إلا والمطر ينزل على مكة كأفواه القرب حتى ملأ الشعاب كرامة لوجه النبي محمد صلى الله عليه وآله. صار يتمثلها دائما وأبيض يستسخى الغمام بوجهه. ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلا. من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وكررت أكثر من مرة من قبل أولئك الذين سمعوا أبا طالب يقول هذه الكلمة واستمطروا بمن؟ بهذه الأبيات، فكان المطر ينزل كرامة لأبيات أبي طالب أكثر من مرة. ينص عليها علامة الأميني في الغدير لما يمر بها، كرامة لهذا الرجل ولشيبته المقدسة وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يظهر أن أبا طالب يعلم بنبوة رسول الله وأن للنبي جاها عند الله عز وجل، فجاء يستمطر بوجهه وبنور وجهه وبنقائه. فالأسرة التي عاش فيها النبي أسرة محصنة،
أسرة نقية أحاط بها النقاء في كل جانب من جوانبها. زين، كذلك النبي نفسه في ذاته كان يحمل النقاء، ولذلك احنا ما نفرق بين النبي قبل النبوة وبعد النبوة، ان النبي واحد، لا نفرق بين النبي قبل النبوة ولا بعد النبوة. غيرنا يفرق، يقول النبي قبل النبوة شيء وبعد النبوة شيء آخر. قبل النبوة ربما يسرق، ربما يكذب، ربما يأكل ما يذبح على النصب، يعني هذا ما عدنا كله. احنا عدنا النبي ونبي وهو في بطن أمه. القرآن يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. ما ممكن النبي يغادر ساحة الخلق في لحظة من اللحظات. انت شوف كل واحد قد يجانب الأخلاق نتيجة مزاحمة في موقف أو مزاحمة في رأي. أنا قد أتخلى عن بعض أخلاقياتي في بعض الأحيان لأن هذه طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر. النبي ما ممكن أن ينزل إلى طبيعة البشر أبدا، لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. فبطبيعته النبية، بطبيعته النبوية هو يرقى، وأيضا بطبيعته التي أعطي إياها من قبل الله أنه فوق الأنبياء، فوق الأنبياء. يعني مهما كان عند الأنبياء من أخلاقيات لابد أن تتوفر عندهم، فإن أخلاق النبي أعظم من أخلاق الأنبياء، أعظم من أخلاق الناس جميعا. ولذلك كل شيء يطعن في أخلاق رسول الله لابد أن ماذا؟ لابد أن أبعده عن النبي، لابد أن أؤخره عن النبي. تأتي رواية تجد منها ماذا؟ تجد منها شيئا يمس بأخلاق النبي، رأسا تطرح، رأسا تطرح، ولو وردت في أي كتاب لابد أن تطرح، لأنها تخالف ماذا؟ كتاب الله. لأن القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. ما ممكن النبي يخالف الأخلاق أبدا حالا من الأحوال. فشخصيته متميزة، ما نفرق لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولا نأتي مثلا نعطيه صلاحيات للدين ونجرده من صلاحيات الدنيا. وانت الآن موجود تيار حتى الآن يقول نحن نأخذ من النبي فيما يرتبط بالدين، أما في الأمور الدنيوية مثلا لا نأخذ من النبي صلى الله عليه وآله. شنو هذا يعني؟ ليش يعني ما تأخذ من النبي؟ تعال هات شيئا أنت أفهم فيه من رسول الله. وهذا النبي اللي علم الناس حتى كيف يشربون الماء علمه. مص الماء مصا ولا تعبه عبا، جاي يعلمنا حتى شلون نشرب ماء النبي صلى الله عليه وآله، حتى شلون نأكل الفاكهة العنب. يقول الصغير يأكل منه ماذا؟ يأكل منه اثنتين وثلاث، والكبير لا يزيد على ذلك، وكذا أي روايات التفصيلات حتى في كتاب الأطعمة والأشربة كلها تعليمات ممن؟ من رسول الله. يعلم الناس حتى شلون يأكلون. بعدين يجي لك حضرته يقول لا نأخذ منه الدين فقط. إذا نأخذ منه الدين فقط هي مو مرحلة تكاملية تؤسس لماذا؟ لحالة عامة تعتبر النبي هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله والمؤثر في الدين والدنيا. لابد أن تعطي للنبي كل هذه الصلاحيات، كل هذه تتوفر عنده صلى الله عليه وآله. زين، وهذا طبعا هذا المد اللي يصنع مثل هالصنيع. ليش هو يبدأ بالأمور الصغيرة حتى يأتي إلى مسألة الحكم والإدارة مثلا؟ يقول لا النبي جرده من الحكم والإدارة لأنها من أمور شنو؟ لأنها من أمور الدنيا، يعني يريد أن يصل إلى هذه النتيجة وأنى له ذلك. تطلع من هاي النقطة إلى الخصيصة الثانية، حاول أطوي بسرعة. الخصيصة الثانية هي اليتم. اليتم عادة المفترض به يكون شنو؟ يكون عقدة ولا يكون شنو؟ ولا يكون مميزة، لكنه صار عند النبي مميز، ميزه. أنت تعرف ترى اليتم ترى يشكل عقدة بالفعل، يعني
خاصة هذا اللي يمضي عنه والده وهو صغير, هذا يفقد حنان شنو مو طبيعي, ترى ما في مثل حنان شنو حنان الوالد والوالدة, ما موجود يعني, ما أحد ممكن يسع الناس بعاطفة كعاطفة الأم وعاطفة الأب, ما موجود هذا كذا شيء. ولذلك نشوف الأحاديث في ذلك والآيات, أما اليتيم فلا تقهر, جاء يلح على رسول الله وهو يخاطبه يقول له يا من جربت اليتمى انتبه لمن لليتامى, خليهم أمامك لأنك ذقت ألمهم, فكما ذقت الألم هؤلاء يذوقون ماذا؟ يذوقون الألم, فلا تجعلهم يتألمون بماذا؟ بواسع رحمتك يا رسول الله. شوفت الأحاديث اللي جاءت, الله الله في الأيتام لا تغبوا, يقول علي سلام الله لا تغبوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم, تحننوا على أيتام الناس, يتحنن على أيتامكم, كلها تراث كبير. إذا رأيت يتيما فامسح على رأسه, كلش حتى تعيد له عاطفته, شيء مما فقده يرجع إليه. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. تصور يقول هذا الذي يرعى يتيم لابد يخاف الله عز وجل, لابد يخاف الله, لأن تشوف احنا عدنا بالمجتمع قضايا والله مشاكل مشاكل, تشوف اسم فلان يرعى يتيم لكن هو في الواقع يرعى شنو؟ يرعى فلوسه, ما يرعى هو, يرعى فلوسه. بعضهم يشوفهم في الجماعات بالصفوف الأولى وفي المآتم قاعدين أول ناس, لكنه يتكالب على أموال اليتامى فيأكلها هو وأبناؤه واليتامى مهمشون منها. هذا بلاء, هذا بلاء يوم القيامة ما ينفعك لا علي ولا حسين ولا تشيع, لابد أن ترعى الناس في حقوقهم وإلا كنت حطب جهنم, لابد من ذلك. الحسين لا يشفع لظالم, الحسين حارب الظلم فلا يشفع للظالمين, علي حارب الظلم والفساد لا يشفع للمفسدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا لابد يرعاه الإنسان, علي حبه الإكسير ما أدري شنو, هذا حكي عجايز, هذا لا يؤخذ به, الذي يؤخذ به صحيح شفاعة أكو, بس الشفاعة إلمن؟ ما ممكن أنا أكون في خط الظلمة وفي خط الانحراف طول حياتي وبعدين أجي أقول علي حبه الإكسير, هذا ما ينفع, هذا ما ينفع. لابد أن أرعى الله حتى يرعاني الله عز وجل. والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه, هكذا يقول أهل البيت سلام الله. فاليتامى يتعرضون إلى عقدة, زين النبي وظف اليتم عنده بحيث أصبح اليتم شنو؟ مو عقدة, أصبح عنده شيء ينمي, شيء يرتفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجرب اليتم أكثر من مرة, ولد ولم ير أباه, ثم ماتت أمه, ثم مات جده, يتم مرات إلى أن كفله عمه, مع ذلك وظف حالة اليتم. وكانت حالة اليتم له لماذا؟ حتى لا يكون لأحد فضل على رسول الله. يسألون الإمام الباقر سلام الله عليه, يا ابن رسول الله ليش هو الحكمة شنو من أن تموت أم النبي والد النبي وهو صغير؟ قال حتى لا يكون لأحد على رسول الله فضل, بعد ما ينحني رسول الله لأحد صلى الله عليه وآله, ويكون فضله على الدنيا بأسره. فوظفت الحالة. هاي الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة شنو؟ الفقر. الفقر مو يعني النبي كان لا يمتلك قوت يومه, لا, هذا معناه النبي
كان غني بكل المقاييس ده. كل المقاييس النبي غني. شلون؟ وهو بالطريق الطبيعي بعد هو القائد، وهو الذي يمتلك شبه الجزيرة العربية بأكملها، ويصب وارد شبه الجزيرة العربية في جيب من؟ في جيب رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو شاء لأخذ. يعني إذن هو بالمسألة الطبيعية هو غني أيضا بالإعجاز. نحن نعتقد أن النبي له من الولاية ما يستطيع من خلاله أن يرفع التراب من الأرض، ولو أراد أن يصيره ذهبا لفعل رسول الله. هي من عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم، مو عقيدتنا احنا، عقيدة المسلمين جميعا في رسول الله ذلك. فهو غني بالطريق الطبيعي وبالطريق غير الطبيعي. إذن ايش معنات الفقر عنده؟ الفقر لأنه اختار أن يعيش بعيشة من؟ بعيشة الفقراء مختارا، هو اختار ذلك صلى الله عليه وآله. ولدت فقيرا وعشت فقيرا وأحشر مع الفقراء يوم القيامة. هاي كلمته صلى الله عليه وآله. يقول الفقر فخري، افتخر بذلك، سوى نفسه بالناس. يقول بعض أمهات المؤمنين كان يكنس الدار ويحلب الشاة ويقري الضيف، هو بنفسه ما عنده تكلف، يعيش بعيشة الفقراء ويجلس مع الفقراء على الأرض من غير فاصل. منو يقدر عليها؟ أحد يقدر عليها؟ تقدر تطلع بالشارع أنت تقعد على الأرض تفترش الأرض؟ ما حد يسويها. كان يصنعها رسول الله، يصنعها النبي صلى الله عليه وآله، وهو خير من وطأ الحصى. وظف هالحالة، ما أن يكون عاش بعيشة الفقراء، أو على التفسير الآخر للعلماء الفقر بمعنى التذلل لله. عاش التذلل لله عز وجل بحيث لا يرى نفسه شيئا أمام الله. ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اختصارا، فهاي الثلاث ترى مما بلور شخصية النبي صلى الله عليه وآله: نقاء الذات ونقاء الأسرة واليتم والفقر. وجعله ذلك النبي العظيم اللي يذكر أنا الليل وأطراف النهار، ورفعنا لك ذكرك. مو شوية ترى، قلب الدنيا، قلب العالم، له تأثيره إلى اليوم حاضر وإلى يوم القيامة. يمتد تأثير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللي أظهر من أظهره أبو طالب كما بدأنا ننتهي. يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من أهل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ترى هو هذا النبي، ترى اليوم هو هذا النبي يتقلب على فراشه. يقول الإمام الصادق إذا أردت أن تتسلى بمصاب فاذكر مصابك برسول الله، فإنه أعظم مصاب. كل من يستشعر خدمات النبي وعظمة النبي وما قدمه النبي من جهد، لابد ترى يتأثر بهذا اليوم لرحيل ذلك القائد العظيم. لما يموت مرجع، لما يموت فقيه تحزن له، ما بالك بإمام الفقهاء والمراجع، ما بالك برسول الله سيد الدنيا وسيد الآخرة. جاي يطلع من الدنيا وعلى أي حال؟ يقول ما خرج من الدنيا بطريق طبيعي. يعني النبي أثرت فيه ماذا؟ أثرت فيه تلك الجرائم لأحاقت برسول الله إلى آخر نفس، وإذا به يخرج من الدنيا كما يقول حتى بعض علماء
الطوائف الإسلامية الأخرى أنه خرج من الدنيا مسموما، خرج النبي مسموما صلى الله عليه وآله، وقد لد وما كان يريد أن يلد، وإذا بهم يسقونه اللذوذ رغما عنه. الرواية تقول، شوف حتى بالصحاح، حتى بالصحاح موجودة. وارتفعت الحمى إلى رأس النبي، تقول أم سلمة طلب مني ماء باردا يغسل به رأسه. سايمة على المصيبة اليوم، لكن أيضا تأثر شوية بعد. اليوم ليلة وحشة أهل البيت، وليلة وحشة فاطمة سلام الله عليها. تتصور لما يموت كبير أهل بيت، شلون تتصور حالته بعد يوم الدفن؟ شلون تتصور حالة البيت؟ حالة مأساوية، ترى مأساوية ما ممكن توصف، ما ممكن توصف. الليلة شلون تتصور ترى فاطمة وحسن وحسين وعلي؟ شلون تتصورهم؟ فاطمة جالسة من جانب تقول للحسن: ها هنا كان يجلس جدك رسول الله. يبكي عليه، والله يستاهل. وهكذا حسين: وهنا كان يتوضأ رسول الله قبل أن يخرج إلى المسجد، لما يسمع صوت بلال وتلتفت إلى علي يقول: أبا الحسن أين عنك أخوك؟ تصور هالحالة، هالحالة. زين، أم سلمة تقول: طلب مني النبي ماء، ماء باردا. تقول: تعجبت لأن النبي ما يغتسل بماء بارد، دائما ما يدافئ. قلت له: ولماذا الماء البارد؟ قال لها: يا أم سلمة، إن الحمى أكلت رأسي، ما أقدر بعد، مقادر أهجع، مقادر أستقر. يقولون: لطمت على رأسها وصاحت: وكرباه لكربك يا رسول الله. قال: يا أم سلمة، لا كرب على محمد بعد هذا اليوم، إني راحل في أمان الله. يا شقت جيبها، صرخت: ومحمدا؟ نادت: ونبيا؟ يا تقول: أحضرت له وعاء الماء، وإذا بالنبي يسكب الماء على رأسه، والنبي يئن، يقول في حالة من الأنين صلى الله عليه وآله. إلى أن اجتمع به أصحابه قال: علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا. وإذا بكلمة لعنة الله عليها من كلمة: ماذا صنعت؟ وإذا برجل يقول: اجلس، إن النبي لا يهجر. وقال: أنا يا ياس ظل يهجر أحمد، وقال أناس يويويون ظل يهجر أحمد يويويون، ونجم هوى ما ضل، ما الوحي مرشدي؟ قال: قوموا عني، لا أريد أحايد. اشتدت عليه العلة. يقولون: ولما خرج يصلي، خرج يصلي يتهادى بين الفضل بن العباس وبين علي بن أبي طالب، ما استطاع النبي أن يكمل صلاته، رجع إلى الدار. ألا من مناد ومحمدا؟ ألا من مناد وسيدا؟ تقول أم سلمة: صار يغشى عليه تارة بعد تارة، إلى أن أفاق قال: ادعوا لي حبيبي. قالت الأولى: ادعوا له فلانا. جاء فلان، أشاح النبي بوجهه عنه، أفاق مرة أخرى بعد الإغماءة الثانية، قال: ادعوا لي حبيبي. قالت الثانية: ادعوا له فلان. جاء إليه، أشاح النبي بوجهه عنه، قال بالثالثة: ادعوا لي حبيبي. قالت أم سلمة: والله لا نراه يريد إلا عليا. جاء
علي يهرول رمى بعمامته على الأرض يضرب على جبينه وهو ينادي ومحمدا وسيدا أدخله معه تحت لحافه أخذ الإمام رأس النبي وضعه في حجره دخل الحسنان صعد على صدر النبي قام علي أبعدهما قال دعهما فإنهما ريحانتاي من الدنيا أخذ يشم الحسن ويقبل الحسين قال حسن أنت سميم هذه الأمة حسين أنت شهيد هذه الأمة مالي وليزيد ابن معاوية لعن الله يزيد ابن معاوية هذا وصدره على صدره يوما لم ترن الأيام مثلهما قد سرني إذا ويوم زادني أرقى يوم حسين على صدر النبي به ويوم شمر ويوم شمر على صدر الحسين رقى قال دعهما فإنهما ريحانتاي من الدنيا دخلت فاطمة صاحت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قال لا تقولي هذا هذا قول عمك أبي طالب ولكن قولي وما محمد إلا رسول وأنا ماضي وأنا رايح التفت إلى علي قال أوصيك بهذه يكسرون ضلعها يلطمون عينها يسقطون جنينها لطمت وصاحت واذله بعدك يا رسول الله خرت على ابوها يا ودمع العين سجايا بان كان ضلع يكسرونه بصاير الباب وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لا حد علي يجتري يا قرة العين هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين يا هولي شم نحرايا وياه بعد عينك يحط فوق صدر يا ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبط ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه ارفع صوتك ينادي اهل بيت النبوه بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة أطلب الرخصة من النبي سيد الكون قال النبي قومي يا زهرة وافتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب يم الحسن هذا المفرق بيه لحما يا بقامت يا ويلي تلطم الهامة باليدين دخل عليه ملك الموت سلم عليه هل من مناد ونبي قال له جئت قابضا وأنت مخير التفت إلى جبرائيل ما الذي تقول قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال يا ملك الموت امضي لما تؤمر وإذا به يأخذ في قبض روح محمد
عرق جبين النبي سكن أنين رسول الله مد يديه ورجليه قال في أمان الله قالوا في دعة الله وخمد صوت النبي لم يسمعوا له صوت خرج علي من تحت اللحاف قال عظم الله أجوركم فلقد مات نبيكم نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل صحبك يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب العالمين حرم أجسادنا على النار اللهم فك كل أسير ارحم كل شهيد أيد واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين يا رب العالمين المؤسسون تقبل اللهم عملهم ضاعف أجرهم إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء اللهم اشف مرضاهم ألبسهم ثوب الشفاء والعافية صب عليهم العافية تصب قر عيون أهلهم بهم يا رب العالمين إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والسامعين لا سيما موت المؤسسين نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآله.